يا صبايا، اذا انا تو جنريترز ار كونكتد ان اوبوزيشن، لازم البوزيتيف بول اول جنريتر حد البوزيتيف بول او النيجاتيف حد النيجاتيف. الطريقه الثانيه انا بحدد الكرنت اللي طالع من اول جنريتر والكرنت اللي طالع من ثاني جنريتر، اذا عكس بعض معناته هن ان اوبوزيشن. يعني مثلا اول جنريتر كيف عم يعطي على طول الكرنت بيطلع من البوزيتيف بول على طول، اول كرنت اول جي 1 كيف عم يعطي كرنت هيك، جي 2 كيف عم يعطي كرنت هيك، عكس بعض. دغري بقول انه جي 1 وجي 2 هن ار كونكتد ان اوبوزيشن. اوكي طيب كونكتد ان اوبوزيشن يعني اثنينات يعني واحد منهم عم يشتغل كجنريتر والثاني بيصير مثله مثل الريسيفر. لما بيكونوا تو جنريترز عم كونكتد ان اوبوزيشن مثل هول الحالتين، بيصير واحد منهم عم يشتغل كجنريتر والثاني كريسيفر. طب كيف بعرف؟ بتطلع مين هو الجنريتر اللي عنده اكبر الكتروموتيف فورس، بيكون هو الجنريتر. يعني لنفترض انا جي 1 عنده الكتروموتيف فورس اعلى من جي 2، بيكون جي 1 هو الجنريتر، يعني هو الكرنت بحدده على اساسه. يعني مثلا اذا انا اذا انا بهي الحاله طلع معي انه جي 1 هو الجنريتر، اوكي، فعنده الكتروموتيف فورس اعلى، فبصير الكرنت بكل السيركوت على اساسه. خلص بنسى، بصير الجي 2 مثله مثل الريسيفر. يعني بنقول الجي 2 از ا جنريتر اكتنج از ا ريسيفر، act as a receiver. بتقول الجنريتر act as a receiver، بتعامل معه مثله مثل الريسيفر. يعني للجي 2 يعني افترضي انا عندي هون بوينت A، عندي بوينت B، عندي بوينت C، اوكي. الكرنت بقلب السيركت بيحدد على اساس الجي 1. مين هي الفولتج للجي 1؟ الفولتج بما انه جي 1 هو الجنريتر، الفولتج اللي لها يسمى يو اي بي، لانه مين البوزيتيف بول الاي، مين النيجاتيف بول بي، بتصير ماينس ار 1 اي بلس اي 1. طيب الجي 2 بتصير مثلها مثل الريسيفر، كيف الكرنت فايت بالجي 2 فايت هيك؟ مين هي الفولتج اللي لها؟ هي الفولتج يو سي بي، سو يو سي بي، اوكي، الفولتج للجي 2 يو سي بي، لانه على طول الريسيفر الفولتج اللي له بسميه حسب الكرنت. اذا الكرنت فايت هيك، هيدي بوينت اي، هي بوينت بي، او حتى الريزستور الفولتج البوزيتيف فولتج للريسيفر هي يو اي بي، شو بتصير؟ بتصير ار 2 اي بلس اي. يعني مش الجي 2 صار عم يشتغل شغل الريسيفر، بصير عنده ايكويشن مثله مثل الريسيفر. كلير يا صبايا؟ طيب هيدي اللي قلناها هلا ناو. وهون اوكي هلا ناو يا صبايا، حطينا هون اكزامبل وحليناه. اوكي هلا شو بصير اذا انا عندي بالسيركوت اكثر من 1 جن، اكثر من 2 جنريتر؟ يعني انا افترضي بالسيركوت عندي 3 جنريترز، هون هوت جنريترز بدي افترضي انا عندي جنريتر جي 1 عنده هيدا انترنال ريزيستنس، هيدا الكتروموتيف فورس، جنريتر جي 2 انترنال ريزيستنس الكتروموتيف فورس، نفس الشيء جي 3. هون بقسم عندي 2 جروبس، جروب A وجروب B. بجروب A بحط كل الجنريترز اللي هن سيريز مع بعض، بجروب B بحط الجنريترز اللي هن سيريز مع بعض، بشرط يكون جروب A وجروب B ان اوبوزيشن. طيب كيف بيجي بعرف؟ خلينا اذا بدك تشتغلي على طريقه الكرنت، اوكي؟ اول شغله شو بيجي بعمل؟ كم الجنريتر انا عندي؟ 3. طلعي كرنت من كل الجنريتر، اوكي؟ ما انا بدي اعرف مين هن اللي مين هن الجروب اللي هن سيريز مع بعض، مين هن الجروب الثاني اللي هن سيريز مع بعض، والجروب الاول والثاني ان اوبوزيشن. طلع كرنت من كل واحد، هيدا الاي 1، اوكي؟ هيدا اي 2 وهيدا اي 3 يا صبايا. مين هن الكرنت اللي مثل بعض؟ واضح مين هن الكرنت اللي عم بيمشوا مثل بعض؟ لاحظي الاي 2 عم بيمشي مثل الاي 3. يعني الجنريتر جي 2 وجي 3 هن بنفس الجروب، فانا بعمل جروب بي مثلا هو بضم للجنريت، يعني جي بما انه الكرنت اللي عم يعطيه جي 2 والكرنت اللي عم يعطيه جي 3 عم يمشي بنفس الاتجاه، فبيكون الجي 2 والجي 3 هن ان سيريز، فبحطهم بنفس الجروب. بس واضح انه الكرنت اللي عم يعطيه جي 1 هو عكس الاي 2 عكس الاي 1، يعني جي 1 حيكون بجروب لحاله، فجروب A بضم جي 1. فلاحظي صار عندي 2 جروبس اثنيناتهم ان اوبوزيشن، يعني لاحظي جي 1 هو ان اوبوزيشن مع جي 2 وجي 3، يعني لاحظي جي 2 وجي 3 هن ان سيريز مع بعض واثنيناتهم ان اوبوزيشن مع جي 1. اذا بدي اشتغلها على اساس مين البولز لحد بعض، بيجي انا شو بعمل؟ طلع الجي 1 بوزيتيف بول اللي له حد البوزيتيف بول للجي 2، مزبوط يا صبايا؟ فواضح انه شو بيجي بعمل؟ واضح انه جي 1 وجي 2 هن اوبوزيشن، بفتح تو جروب، جروب A وجروب B. دغري بحط الجي 1 هون والجي 2 هون. بيجي بتطلع، مين هو سيريز مع جي 2؟ بتطلع بقي انا جي 3، بدي احدد جي 3، هل هي مع جي 2 بنفس الجروب مع جي 1 او بنفس الجروب مع جي 2؟ بيجي بتطلع، نيجاتيف بول لجي 2 هو حد البوزيتيف بول لهيدي، فجي 2 وجي 3 هن ان سيريز، فدغري بحط الجي 2 مع الجي 3. ما خلص اذا طلعت الجي 3 هي ان سيريز مع جي 2 والجي 2 ان اوبوزيشن مع جي 1، فمستحيل تطلع جي 3 هن سيريز مع جي 1. شو بصير معي؟ صار معي 2 جروبس، جي 2 وجي 3 سيريز مع بعض وجي 1 هي لحالها. هلا بدي اشوف مين هو الجروب اللي عم يشتغل كجنريتر، مين هو هون بتبطلي تقولي مين هو، يعني مين هو الجروب اللي عم يشتغل كجنريتر. شو بيجي بعمل؟ بحسب الالكتروموتيف فورس لهيدا الجروب كله، اللي هو جمع كل الالكتروموتيف فورس للي بقلبها والالكتروموتيف فورس لهيدي.
لا لا هون ما في غير جي 1، فالالكتروموتيف فورس للاي بتكون هي الالكتروموتيف فورس لل1 اللي هي شو 3 فولت. هون الكتروموتيف فورس للبي هي جمع الالكتروموتيف فورس لل2 وال3، 2 هي 2 اوكي وهيدي 2 فهي 4. مين هي الجروب اللي عنده اعلى الكتروموتيف فورس؟ جروب بي اللي هو جي 2 وجي 3. فبستنتج انه جروب بي هن اللي عم يشتغلوا كجنريتر، بينما جروب اي هن لا، هو جروب اي اللي هو بس جي 1 از اكتنج از ريسيفر، از ا جنريتر اكتنج از ا ريسيفر. يعني شو بصير انا عندي يا صبايا؟ بصير مين اوكي الكرنت مين بحدده؟ بحدده الجنريتر اللي هو الجروب بي اللي جي 2 وجي 3. فالكرنت المضبوط بقلب السيركوت يا صبايا كيف بيكون؟ حسب جي 2 وجي 3 يعني هيك، هيدا هو الكرنت. جي 2 وجي 3 هن اللي عم يشتغلوا كجنريتر، هن اللي بحددوا الكرنت، اوكي؟ طب افترضي انا عندي بوينت A هون، بوينت B، بوينت C، بوينت D، بوينت E. طب شو الفولتج للجي 2؟ جي 2 جنريتر، فالفولتج اللي له هو يو اي بي بتصير شو؟ ماينس ار 2 اي بلس اي. اوكي؟ جي 3، جي 3 جنريتر، شو البوزيتيف فولتج اللي له؟ يو اي دي. اوكي؟ على طول الجنريتر كيف حدد البوزيتيف فولتج من البوزيتيف بول للنيجاتيف؟ ماينس ار 3 اي بلس اي. جي 1 هي ريسيفر، فالفولتج تسميت يعني صار مثله مثل اللمبه مثل اي شيء بحسب الكرنت. مين البوزيتيف فولتج؟ يو اي سي. يو اي سي هي شو بتصير؟ ار 1 اي بلس اي. بصير عنده ايكويشن مثل تاعت الريسيفر، لانه انت مثل ما بتعرف ايكويشن للريسيفر هي ار اي بلس اي. يعني بتصير الالكتروموتيف للفورس الالكتروموتيف فورس للجي 1 هي مثل يعني هي مثل كانه باك الكتروموتيف فورس. هلا صار فيني اعمل لو اوف اديشن العاده، مثلا شو صار فيني اعمل؟ مثلا شو صار فيني اقول؟ كيف بعمل لو اوف اديشن؟ ببلش من واحد من الجنريترز، مين يا جي 2 يا جي 3. بلش شو الفولتج للجي 2؟ يو اي بي. يو اي بي مين الحرف اللي ورا الاي؟ سي. يو اي سي زائد يو سي دي زائد يو دي اي زائد يو اي بي. اوكي خلص بلش باي باي خلصت ببي. يو اي سي هي فولتج لمين؟ اول شغله يو اي بي هي الفولتج لمين للجنريتر جي 2؟ مضبوطه تسميتها يو اي بي، يعني ماينس ار 2 اي بلس اي. يو اي سي هي الفولتج للجي 1 اللي هو صار ريسيفر، وهي بوزيتيف. انتبه انا لما بقول يو اي سي هي بوزيتيف فولتج لجي 1، لانه هي على طول الريسيفر يحدد حسب الكرنت. يو سي اي بتصير نيجاتيف، فالفولتج لا يو اي سي هي شو؟ ار 1 اي بلس اي، بصير عنده كويشن للريسيفر. يو سي دي هي شو؟ كونكتنج واير. يو دي اي انتبه شو هي البوزيتيف فولتج للجي 3؟ هي يو اي دي. الجي 3 هو جنريتر، بوزيتيف فولتج له يو اي دي من البوزيتيف بول للنيجاتيف. يو اي اللي موصوله على البوزيتيف، دي الموصوله على النيجاتيف. لما اقول يو دي اي بتصير ماينس ار 3 اي بلس اي، لانه انا لحتى انا لو لانه هيدا الجنريتر انتبه مش معناته صار هون في ماينس، مش معناته صار ريسيفر، هو بعده جنريتر لانه بعد الفولتج له ماينس ار اي بلس اي، بس ماينس لانه انا مش ماخذ يو اي دي ماخذ يو دي اي. هيديك يو اي بي هي واير. كلير كلير يا صبايا. هلا هون حاطه كذا اكزامبل، هون مثلا مكتره عدد مكتره عندي بقلب السيركوت شو مكتره عندي الجنريتر جي 1 جي 2 جي 3 جي 4، بدي اعرف مين ريسيفر ومين شو، مين ريسيفر ومين عندي الجنريتر. ما بدها شيء، بيجي انا بتطلع فيك تعتمدي طريقه الكرنت، تحطي كرنت لكل واحد. يعني انا مثلا هذا هو الكرنت اي 3، هذا هو الكرنت اي 2، هذا هو الكرنت اي 1، هذا هو الكرنت مين اي 4. مزبوط بيجي بتطلع مين هن اللي عم يعطوا كرنت بنفس الاتجاه؟ بدي الف جروبس، بدي الف جروب A وبدي الف انا جروب B. طيب بيجي بتطلع جي 1 كيف عم يعطي كرنت اي 1؟ هل الاي 2 مثله؟ لا، فواضح انه جي 1 هي بجروب لحال والجي 2 بجروب لحال. هل الاي 3 مثل الاي 1؟ لا عكسها، لاحظ الاي 1 هيك والاي 2 هيك، فواضح انه جي 1 لحال والجي 3 لحال. طيب بيجي بس لاحظ الاي 1 مثل الاي 4، اه واضح انه جي 1 والجي 4 لانه اثنيناتهم عم يعطوا كرنت بنفس الاتجاه فهن بنفس الجروب. اوكي جي 2 عم يعطي كرنت هيك مثل الجي 3 فهن بجروب لحال، اه يعني جي 1 والجي 4 لحال، جي 2 والجي 3 لحال. اذا بدك تشتغليها على اساس نيجاتيف بول وبوزيتيف بول صبايا، بيجي انا بتطلع بوزيتيف بول للجي 1 على البوزيتيف بول للجي 2، اوكي؟ فهن جي 1 والجي 2 اون بوزيشن، دغري بيفتح تو جروب، جروب في بقلبه جي 1 وجروب ثاني بقلبه جي 2. بوزيتيف نيجاتيف بول للجي 1 هو على البوزيتيف بول للجي 4، فالجي 4 مع الجي 1، اوكي؟ هلا هون البوزيتيف بول للجي 1 هو على البوزيتيف بول للجي 3، دغري على البوزيتيف بول، فهون الجي 3، اوكي؟ ونيجاتيف بول للجي 2 هو على البوزيتيف بول للجي 3، اوكي؟ كمان يعني جي 2 وجي 3. هلا ما خلصت، مين هن الجروب اللي عم يشتغلوا ان سيريز؟ هودي مين هن كات جنريتر؟ بيجي بحسب التوتال الكتروموتيف فورس لهيدا الجروب اللي هي اي 1 زائد اي 4. اي 1 زائد اي 4 شو بتطلع عندي؟ 8، لانه اي 1 6 اي 4 2 طلع 8. بحسب التوتال الكتروموتيف فورس لجروب بي اللي هي اي بي اللي هي اي 2 زائد اي 3. اي 2 اللي هي 3 زائد 3 ونص 6 ونص.
جروب اخر عنده الكتروموتيف فورس 8،